استخدام البخور قديما منذ زمن بعيد، وحتى الآن في تعطير البيوت ودور العبادة والأماكن المفتوحة، واستخدام بعض المعالجين البخور ذات الرائحة الطيبة في علاج المرضى المصابين بالمس والسحر والعين، وهذا جعله يعرف أن له تأثير في الجن، فالجن الكافر لا يطيق البخور الطيب ويشعر المريض بالاختناق أثناؤه، فهو لا يحب العود وينهار من رائحة المسك، فالجن الكافر يحب رائحة المزابل ويجعل المريض يعشق العفن، ويظهر ذلك جليا في ملابسه وهندامه بعد إن كان أنيقا، كما إنه أيضا يحب المريض أن يطيل الجنابة عليه لفترة طويلة، ويعشق كذلك التثاؤب الشديد أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن أصل وجود الجن في الطبيعة وخاصة الكافر هي الأماكن النجسة والزابل والحشوش، ولا يرتدون أماكن الطيبة ويكرهونها، بعكس الجن المسلم الذي يحب الروائح الطيبة ويكره الروائح الكريهة. فأما الروائح الطيبة والكريهة لها دور هام في كشف ديانة الجن الصارع، فالكثير من المعالجين يقصون إنه إذا سئل المريض هل تتعب من رائحة المسك قال نعم، فيكون الجن الماس له كافر، وإن قال لا فديانة الجن الإسلام أو إنها عين. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالبخور هو أهم غذاء للجن، وهو الجالب لهم من أي مكان، ولذلك يعتبر أهم شرط من شروط العزائم والأقسام للساحر. فهناك علاقة وطيدة بين استخدام البخور وجلب الجن، لذلك يشبع حرق البخور بين السحرة والمنجمين عند استحضار الجن والشياطين، فبمجرد حرق أنواع معينة منه وتلاوة بعض التعويذات يأتي بالجن إلى الساحر، فالبخور قربان يقرب به الساحر إلى شياطين الجن باعتباره أحد طقوس السحر وعبادة الشياطين والعياذ بالله. فالجن الكافر والمؤذي والشياطين وخدام الساحر يحبون البخور ذو الرائحة الكريهة مثل الصبر والمر والحلتيت وأشباههم. أما الجن المسلم أو الغير مؤذي يحب البخور ذو الرائحة العطرة مثل الألبان الذكر والكزبرة والجاوي والمستكة والعنبر والمسك والزعفران. لذلك يجب على كل مسلم أن يحافظ على طهارته ووضوئه والمداومة على قراءة القرآن الكريم وخاصة سورة البقرة، واستخدام الروائح العطرة في المنزل ليبعد عنه الأرواح الخبيثة. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.